الخيول كلمات متواضعه عاوتاني في التصريحات ديالو. هشام درويش بزاف، هشام طيب، هشام خلوق، هشام قد في المستوى الكبير. كتشوفي راه عنده الشخصيه ديالنا ديال مقدم، حتى النبرات الصوت نتاعو كيفاش كتكون في الميكروفون، حتى الناس اللي بالجانب ديالو، الناس اللي راكبين معاه، الحاج رضوان والاخوان ديالو ولا خوته ولا سعد الكريم الظريف ولا عدد ديال المقدمين ولا شعيب عزي، نبر دي كبير. كاينين الرجاله اللي في جنبو اللي يوفقهم الخير. الى عندك شي معلومات قدم لينا هذا المقدم سربا ديال يحيى القدسي. هذا قدسي من السكينه ديال القنيطره، عنده بزاف المشاركه هنا في دار السلام، هو اللي كيمثل القنيطره بزاف. وقدسي مقدم كان المستوى ديالو غادي وكيتحسن، اللي دخل لهنا المباراه الدوره 20 من الاثنين حتى لدابا، لانه ما بانش ضعيف، ما بانش ضعيف، وعنده شي قرصات ديالو تبارك الله عليه. نعم صحيح، بالنسبه للقدسي حتى بالنسبه للنوعيه ديال التبريضه ديالو، النوعيه ديال التبر ديالو هو كيشبه شويه المنطقه ديال جبل أطلس المتوسط الشمال، بعيده على اللي بغيت نوصل لك ونوصل الاخوان والمستمعين كاملين، لانه دابا كانت دخلت 17 الصربه، هاد 17 الصربه كاين فيها جوج صرب اللي من جهه الرباط تماره، هما اللي كيلعبوا الخياطيه. ما تبقى 15 الصربه كلهم كيلعبوا الشرقاويه، وهادو الناس بحال دابا هادو قنيطرة ماشي ديال الشرق، عندهم الشرقاويه، كناخذوا الناس ديال الشرق، ناخذوا الناس ديال الصبار، كنلقاو الصبار انه في اكادير، ولكن كيلعب الخياطيه انه ديال الضالبيط. لا الصبار ما لعبش خياطيه، لعب هو الشرقاويه، هادو كلشي لعب جوج صروب اللي لعبوا الخياطيه. علاش؟ هذيك الصحراويه راه كتكون باينه. ابراهيم تبارك الله عليه، هذاك باقي في شاد كيف كنقولوا هذيك التراث ديال البلاد. الترقب يسود الاطوار النهائيه للبطوله الوطنيه اللي تبرد. الاخت قائمه يحيى القدسي حتى هو من الناس اللي حسنوا المستوى ديالهم، واللي كنظن هاد السنه عطاو شي حاجه نكهه جديده لدار السلام، كانوا عنده قرصات في المستوى في الايام اللي سبقات، والان حنا كنتسناو هاد القرصه ديالو اللي هي في النهايه نتمنوا تكون. والحضور ديالو في المباراه النهائيه كيعتبر انجاز بالنسبه للمقدم يحيى القدسي، هو في حد مقارنة مع اللي حنا تعودنا على الصربات اللي عندها واحد الحضور قوي في النهائيات منصة التتويج. لو كنشوفوا الفراجي العربي فراجي ما كاينش، لكن الصبار غيابات وازنة بحال قلتي في البداية. المرحوم رحمة الله عليه فكري. نعم. قرصة في المستوى، قرصة لا بأس بها. غادي يمكننا نصنفوها من بين القرصات ربعة الأوائل في هاد الساعة. الحماس عند الجمهور جميل جدا. حد الساعة كتبقى أحسن تلقى بالبارود اللي سربت إبراهيم النصيحي، وننتظر الآن صاحب ميدالية ذهبية. ننتظر ضربة غادي دابا غادي يبقى المنافسة اللي كتبان لي ديال اليوم ما بين السي ماهر وما السي إبراهيم النصيح، ونتمنى لهم التوفيق. نواصل الآن مع يحيى القدسي من جمعية ولاد عزوز للتبريضة. الأخت قائمة على حسب الطلقات اللي طلقت دابا، كاين هناك إبراهيم النصيحي عنده وحدة على جوج طلقة ممتازة، كاين هناك ماهر البشير عنده وحدة على وحدة اللي هي طلقة مزداتة. كنتسناو باقي الفروق، الحدود لا زالت متقاربة إلى استثنينا الأخ بشير لأنه لا زال عنده جوج قرصات.
قرصه موفقه، قرصه موفقه ديال الاخ قدسي اللي حتى هو هاد السنه بين العلو الاصابع ديالو في التبوريضه وبين المستوى الرائع ديالو، قرصه موفقه. نعم كنتابعوا الاعاده والجمهور الذي تجاوب مع الصربه ديال يحيى القدسي، وكاين هناك تحسن في اداء هاد الصربه وفي الحضور ديالها في هاد الدور النهائي. وغد وكل التوفيق السنه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. الان مع جمعيه ولاد عزوز لتوريدا لقد يقدم يحيى القدسي. الصربه السادسه هذه ديال يحيى القدسي. يحيى القدسي ضرب ترى بعض القرصات مزيانين، ما عندوش خسران، قرصه لا باس بها، والقرصه الثانيه كانت حسن مزيانه. غادي نشوف هاد القرصه الثالثه ديالته كي غتكون، انه القدسي بقى في المستوى ديالو ما تبدل شيء. نعم حافظ على الاداء ديالو اللي شفنا في الاقصائيات ايضا يوم الامس كانت قرصه هو الثامن، هو دابا كيتطلق غادي تبارك الله عليه. هو ما عليهش ضغط كثير، انا والاخرين عليهم الضغط اللي مولفين بالمعانقه ديال الميداليه الذهبيه. شكي قلت لك مسكين المقدم كيسبقوا كيكرفصوه كرفصوه. شكي يكون احساس في هذه الدرجه، انا كنت جربتي هذا النوع من هذا الارتباك ديالهم، كتكون هذا عدم الثقه، شي عدم الثقه ديال مازال هذا ما مأهلش يلعب النهائي. هادو كلهم اللي كيسبقوا تيقرصوا قبل ما يغوت مقدم، هادو ما مأهلينش يلعبوا نهائي هنا بدار السلام. بارود سخون هذا كيكون الخيل الجاريه، باش نقول بارود سخون ماشي بارود سخون القده باقي ما غوش وانت كتسبق وكتقرص. حنا راه ماشي كان هذا راه خاصو هنا كيخص الودن والصبع يموتوا مع الند هذا المقدم. نعم هنا فاش كيكون لاعب محترف، لا كيكون بارد كبير.